عقد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المؤتمر الصحفي الخاص بمقاطعة فوجيان ضمن سلسلة المؤتمرات الصحفية للمقاطعات والمناطق الصينية، وذلك يوم 19 من شهر يوليو الجاري. وقدم كل من سكرتير الحزب في مقاطعة فوجيان رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المقاطعة ييقو ونائب سكرتير الحزب رئيس الحكومة الشعبية في مقاطعة فوجيان تانغ ديجيه، والعضو الدائم للمجلس في المقاطعة فوجيان نائب رئيس الحكومة الشعبية لمقاطعة فوجيان تيانغ تيانان، قدموا نبذة تعريفية حول الممارسات في سبيل التنمية الخضراء والإسراع في البنية الجديدة ذات النوعية العالية، كما أجاب على مختلف أسئلة الصحفيين. وفي معرض رده على مراسلة قناة الصينية العربية، أكد تانغ دينجيه على أن فوجيان وسعت من مجالات التعاون مع الدول العربية بفضل ما حملته مبادرة الحزام والطريق، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية العام الماضي بين فوجيان والدول العربية ما يقرب من 75.6 مليار يوان، منها 35.9 مليار يوان للصادرات و 39.7 مليار يوان للواردات. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ارتفع إجمالي التجارة بنسبة 16% مقارنة مع العام الماضي، حيث شمل ذلك تبادلات استثمارية واقتصادية وتجارية وثيقة مع الدول العربية. وفي نفس الوقت حافظ الطرفان على علاقات وثيقة للغاية في مجال التبادلات الإنسانية، فعلى سبيل المثال انعقد أول منتدى للمدن الصينية والعربية في تشوانشو عام 2014، وعبر مبادرة اتحاد المدن الواقعة على طول الحزام والطريق ستواصل فوجيان إطلاق مختلف مميزاتها للمناطق الأساسية على طريق الحرير البحري وتعميق الصداقة والتعاون الودي مع الدول العربية، مما يدعم المنفعة والفوز المتبادل والتنمية المشتركة.